قرية حشخليل، شهادة أخرى عن الغزو والتنكيل والإعدام الميداني. تقع قرية حشخليل فوق قمة واسعة متموجة لهضبة كلسية على بعد 2 كيلومتر شرق بلدة راجو. أصل اسم القرية ينسب إلى الاسم المؤنث خج من خديجة والثاني خليل، وهما أول من أسسا القرية، وكان ذلك قبل 500 سنة. يبلغ عدد بيوتها 253 منزلاً، وكان عدد سكانها يقدر بنحو 1200 نسمة من الكرد الأصليين. ولكن بعد احتلالها بتاريخ الرابع من مارس عام 2018 بقي من سكانها حوالي 450 نسمة، بالمقابل تم توطين حوالي 180 عائلة بما يعادل 900 نسمة من عوائل المسلحين في المنازل المستولى عليها. أثناء العدوان، تعرضت قرية حشخليل للقصف أثناء العدوان على عفرين مرات عديدة، واندلعت في محيطها اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الكرد والغزاة، وتدمرت على أثرها 5 منازل بشكل كامل وأحد عشر منزلاً بشكل جزئي. تسيطر على القرية ميليشيات أحرار الشرقية التي اتخذت من مبنى البلدية ومنزل الراحل العميد حيدر الرشيد مقرين عسكريين لها. النهب والاستيلاء على الأملاك، نهب المسلحون محتويات كافة المنازل من مؤن وأدوات وفرش وتجهيزات وأواني نحاسية واسطوانات الغاز وغيرها، كما نهب المسلحون البنى التحتية لشبكات الكهرباء والهاتف، بالإضافة إلى جرارين زراعيين وستة سيارات وست بواكر، واستولوا أيضاً على عشرات المنازل والمحال التجارية وصيدلية وورشة إصلاح ميكاني، وتم الاستيلاء على آلات معمل للبلاستيك وكامل آلات معصرتي زيتون، حولت إحداها إلى اسطبل للماشية والدواب، واستعيدت الثانية بعد دفع إتاوة كبيرة، وتم سحب أكبال الهاتف من الخطوط الأرضية لبيع النحاس المستخرج منها. كما تم الاستيلاء أيضاً على أرض بمساحة 4 هكتارات وبنت فيها مخيم للمستوطنين، وعلى نحو 6000 شجرة زيتون ومعمل للصابون يقع على طريق البلدة، تقدر محتوياته ب 300 مليون ليرة سورية، وفرضت إتاوة 300 تنكة زيت زيتون في 3 مواسم، ونسبة 35% إلى 50% من إنتاج مواسم أملاك الغائبين، وقطعت معظم أشجار الغابة الحراجية التي تتضمن أشجار السنديان المعمرة والمحيطة بمزار محمد علي الإسلامي، وحفرت ونبشت ضريح المزار بحثاً عن الآثار وسرقتها، حتى مقابر القرية لم تسلم من التعديات فتم انتهاك حرمتها. الاعتقالات والخطف، تعرض أهالي القرية المتبقين لمختلف صنوف الانتهاكات من مضايقات يومية واعتقال بعض أبنائهم وفرض غرامات عليهم. بعضهم اعتقل في تركيا بسبب نشاطهم السياسي، وآخرون بتهمة العمل لدى الإدارة الذاتية السابقة في عفرين، أو بتهم لا تستدعي الاعتقال كالتفاعل مع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إلقاء قصائد وطنية، إلى جانب اختطاف العشرات لتحصيل الفدى المالية منهم. أكثر من إعدام ميداني، كان يوم الأحد الرابع من مارس عام 2018 عندما تم احتلال قرية حشخليل، ومعظم أهل القرية قد غادروا بيوتهم بسبب كثافة القصف والاشتباكات في محيط القرية، إلا أن المسن العزباء حنيفة يوسف تاتو البالغة 65 سنة بقيت وحدها في دارها ولجأت إلى اسطبل للدواب، ولدى دخول المسلحين والجنود الأتراك الدار بادروا إلى تصفيتها رمياً بالرصاص بدم بارد، فاستشهدت على الفور، وألقوا بجثمانها في العراء، وبقي جثمانها في العراء أياماً تنهش فيه الكلاب والقطط الشاردة. كما أصيب شقيقها أحمد يوسف تاتو البالغ 57 سنة بشظايا قذيفة واستشهد أيضاً.